فأولا ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم هم الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته فيقيمون الدين ويسوسون الدنيا بالدين. الله أكبر. فمن ليس كذلك هو ليس من ولاة أمر الإسلام وليس من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو من خلفاء الاستعمار. الله، لصوص متغلبة. إيه نعم، هم من لصوص المتغلبة من خلفاء الاستعمار.